في أجواء رمضانية اجتمعت العائلات والأصدقاء وعابري السبيل على أكبر مائدة إفطار جماعي بالعاصمة على امتداد 1 كيلومتر من ساحة البريد المركزي إلى شارع ديدوش مراد. العملية التي نظمتها بلدية الجزائر الوسطى كانت فرصة للتعارف وإحياء الروح التضامنية في الشهر الفضيل. والله هذه مبادرة جميلة ونتمنى إن شاء الله تتعاد كل عام، يعني في قطر الجزائر كاملة، ويعني ما شاء الله وتلمينا عائلة قاعدة مكتوب إحنا بولادنا بعائلتنا بجيراننا بال ما شاء الله. رمضان ياسر بنصح رمضانكم وعلى هذه الميدان الكبيرة، يعني إفطار جماعي ما شاء الله، إن شاء الله تكون مبادرة هذه كل عام. صافي بليزي يا حبيبي داروا لنا إفطار هكذا وسمى حاجة مليحة هكذا كي راه الناس كامل متلايمين لهنايا. مقارنة بالأسبوع الفارط بلغ عدد المشاركين في هذا الإفطار الجماعي رقما قياسيا، أين تجاوز أكثر من 2500 شخص اجتمعوا كلهم على مائدة واحدة مستشعرين الأجواء الرمضانية المميزة. الهدف من هذه المبادرة أنه كنا جميع الجزائريين يجتمعوا على مائدة واحدة، قاعدة واحدة لمة رمضان، ونبينوا يعني صور التكافل والتضامن بين الشعب الجزائري. تنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي بالعاصمة هي صورة اجتماعية تهدف إلى تعزيز أواصر التكافل والتلاحم الاجتماعي وبعث مكارم الأخلاق بين أفراد المجتمع في شهر المغفرة والغفران.